وين من الصحافة، بتكلم عن الصحافة الخليجية، من هي الأفضل في وجهة نظرك؟ يعني قوة الصحافة، النشر، الإعلان، الانتشار، الانتشار، وين تلقى الصحافة الأقوى في المنطقة؟ أنا أعتقد الآن كل الصحف تقوقعت مكانها، يعني ما عاد في الصحف تتوزع برا. يعني زمان كان يجينا الصحف الكويتية حم ما تجي، ما عاد تجي أبدا، بس إلكترونيا الحين وهذا السؤال، الصحافة الورقية شبع على نهايتها. لا بس أبو محمد، في نقطة اليوم كل صحيفة، مثل عندنا الأنباء الكويتية، جريدة الأنباء الكويتية من أشهر الصحف اللي عندنا اليوم في الكويت، جريدة الأنباء عندها موقع إلكتروني، عندك الغبس من أشهر الصحف عندها موقع إلكتروني. اليوم الموقع الإلكتروني تقدر تشاهد الجريدة، مش بالضرورة تتصفح الورق، لكن الخبر، ودائما لو تشوف من خلال وسائل التواصل مصدر الخبر اللي هي المؤسسات الإعلامية اللي هي الصحف القائمة، تجد دقة المعلومة ومصداقية الخبر، هذا موجود حقيقة. أبو حمد أنت صغير في السن، نعم الله يعطيك الصحة والعافية، الله يسلمك، شكله عمره 18 سنة، تحب تقرأ إلكترونيا. أنا من الناس اللي ما أحب أقرأ إلكترونيا. أنت من جيل اللي يحب يتصفح؟ أنا أحب أمسك الورقة في الجريدة وأطبعها، وأنا هذا يعني أنا متعدم، يعني ما أعرف أروح أكتب جال قهوة الصيف، العيال يجيبون لي كندل يقولون أنزل كتب الكتب، أقول لهم لا ما أعرف، إلا أروح أشتري المكتبة أخذ كتاب في يدي وأقرأ، والجريدة بس أصفحها خلاص، بس ما أعرف يعني. الورقي موجود لكم أنتم الشياب الكبار إنزين، لكن الإلكتروني موجود للشباب. يعني أنا في رمضان كنت في الكويت، يا اخي رحت ادور جرائد مش موجوده، كلمت الفندق اللي انا فيه قلت يا اخي جيب لي هاك بعطيك فلوس جيب جرائد كويتيه بقراها. معقوله والله يجيب لي وين الاول الشارع تمشي ما في، يقول روح البقاله الفلانيه يمكن تلقى جريده. هذه الجمعيات ما زالت فيها عندي، خل ذي يا اخي. انا رحت الافينيو ما في مكتبه، تروح شو اسمه كارفور تشتري جرايد، ما في، يا الله تلقى جرايدتين بس الجرايد هناك في الافنيوز توزع في الكافيه، انا اقول لك ستار بوكس ما ستار بوكس موجود في يعني انا ابغى اشتري باخذها.